هنبتدي بقى اول اخبارنا المحليه من عند منتخب مصر اللي بيواصل تدريباته اليوم استعدادا لمباراه اثيوبيا المقرر ليها يوم 8 سبتمبر الجاري في الجوله السادسه والاخيره من التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2024، والمقرر اقامتها بكوت ديفوار واللي حسمها الفراعنه بالتاهل رسميا بعد تصدر المجموعه. بعد كده هيكون في مباراه تونس الوديه، والمباراه دي هتكون يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي. نشر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب بالصور من معسكر منتخب مصر المقام حاليا بالقاهره، وكتب بقى على حسابه الشخصي على الانستجرام: في كل مرحلة جديدة تظهر فرص فريدة من نوعها، في هذه المرحلة نريد التطوير والابتكار والنمو بشكل أقوى كفريق واحد. وأدى منتخب مصر ميرانو الأول أمس على استاد القاهرة بمشاركة 24 لاعب. طبعا هو ختم كلامه عايز بقى أقول لكم مين ال 24 لاعب اللي كانوا متواجدين في الميران أمس. ال 24 لاعب دول هم محمد شناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان، بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، أحمد سيد، زيزو، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، محمد شريف، أسامة فيصل. وعايز أقول لكم إن اكتفى سام مرسي بأداء تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي.